تاني وحسام عاشور متصاعدين مع الفرقه ال20 سنه. اللي حصل كان في ماتش الكونغو ما كنتش هلعبه اصلا، وكان في واحد بيلعب باك ليفت عنده 20 سنه اسمه عماد النمر، كان النادي الاهلي شاريه في التقسيمه، كان بيلعبه فاولات فجاله شد وهو بيشوط الفاول، فكابتن فتحي مبروك قال لي تلعب باك ليفت. لا طبعا هلعب باك ليفت وما عنديش مشكله بلعبها، ما فيش مشكله. الفرقه كونغو دي كانت هتروح تلعب في افريقيا في تونس، بس كان عاملين فتره اعداد في القاهره يعني. تمام. المنتخب الاول بتاع كونغو عملت عليهم ماتش في التتش، كان اول ماتش مستمر وجزء اتفرج على الناشئين، عملت ماتش حلو وحامل يعني الحمد لله بفضل الله، من الماتشات الجميله جدا، كروسات بقى وفرات كتيره وفاولات ويعني. وكان ساعتها كان في جمهور بيتفرج على كان ساعتها لا كان في جمهور بيجي يتفرج على التمرين بتاع الفريق الاول. اه ده حقيقي. فكان بيجي يتفرج على الماتشات بقى الفرقه 20 سنه ويشوفوا الاسماء، بدا الناس تركز مين هو عمرو حلواني. بعديها باربع ايام كان عندنا ماتش برده ماتش ودي مع فرقه متشيك، جبت جون الحمد لله حلو قوي. بدا كان مستمر جزء تابعني بقى ويسأل عليا في الناشئين، الولد ده يعني اخباره ايه، سلوكيا عامل ازاي، فكره عامل ازاي، عنده شخصيه ولا ما عندوش شخصيه. فاتفرج عليا كمان اربع ماتشات بعديها في الدوري فرقه ال20 سنه، كان ساعتها الزمالك والاسماعيلي وغزل المحله والمنصوره، الاربع ماتشات. بعد الاربع ماتشات دول يعني طلب ان انا اتصعد فريق اول. فريق اول هو انا كنت قاعد في الاستراحه، استراحة النادي الاهلي، كان كابتن محمد رمضان عامل الاستراحة دي للعيبة المميزة بتاعت النادي. الاستراحة دي كان فيها حسام غالي وكان فيها اسامة حسني وكان فيها عماد متعب وانا اول سنة. الاستراحة دي كانت للعيبة المميزة بس؟ اللعيبة المميزة اللي هم الاقاليم اللي من ورا القاهرة. من ورا القاهرة. فالصبح لقيت العامل بتاع الاستراحة بيصحيني بيديني الجورنال مكتوب تصعيد عمرو الحلواني الفريق الاول. طبعا انا مش مصدق. مش مصدق يعني نزل في الجورنال. لا ومبسوط. لا انا متعود الاسم ينزل في الجورنال قبل كده، بس الفريق الاول ده حلمي. حلم طول عمري وانا صغير، في وانا بروح النادي وبتفرج على الفريق الاول، ده كان حلم وحلم من حياتي اطلع فريق اول واخش اوضه اللبس واشوف اللعيبه اللي بشوفها في التلفزيون اسلم عليها وتقعد معايا واتكلم معاها، ومستر جوزيه اللي هو الراجل المدرب الكبير ده يبقى معايا ويكلمني. كان حلم بالنسبه لي يعني، بدا الحلم بتاعي يتحقق. كابتن عماد الامام الله يرحمه وكلمني في التليفون قال لي انت بكره الصبح عندك تمرين مع الفريق الاول، تكون موجود الساعه 8. رحت الساعه 8 و10 كابتن اول ما شافني، بس انا طبعا كنت مرعوب. اول ما بص لي كده قال لي انت اول يوم هتيجي متاخر، مش هينفع كده، احنا ما اتعودناش على كده. قلت له انا اسف جدا، الطريق من مدينه نصر لاكتوبر. فقعد معايا قال لي انت من اللعيبه المميزه واحنا اتفرجنا عليك كتير جدا، والتقرير بتاعتك كل المدربين كل سنه بيرفعوا تقرير بيقولوا ان الحلواني لازم يبقى في الفريق الاول، لازم الحلواني لازم يبقى موجود في الفريق الاول، فاثبت نفسك وخلي عندك شخصيه زي ما انت عندك شخصيه وما تخافش، ولو في اي حاجه احنا معاك واحنا في ظهرك وانت ابننا واحنا بنحب اولاد النادي. ومستر مانو جوزيه من قليلين جدا 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 اللي هو بقى مقتنع بناشئ، ما كانش هو بيحب الناشئين، هو بيحب اللعيبه الجاهزه. فانت وحسام عاشور حاله نادره بالنسبه لي، فامسكوا في الفرصه. بصراحه كابتن ثابت البطل الله يرحمه واتكلم معاه كلام كويس جدا، وكان يعني كابتن ثابت كان بيحبنا جدا، وكان يعني انا من الناس اللي بحبها جدا، كان راجل قوي. والحمد لله مستر مانو جوزيه يعني حتى اول يوم في التمرين كنت انا وحسام عاشور اتكلم علينا كلام كويس جدا جدا مع اللعيبه، خلى اللعيبه يعني حتى تبقى قريبه مننا. اللعيبه حتى اللعيبه الفريق الاول بقى عندهم ثقه ان احنا لعيبه كويسه، اللي مستر مانو جوزيه اتكلم علينا كويس قوي كده، فيبقى اكيد احنا فينا حاجه كويسه. اشتغلنا بقى مع الفريق الاول وكملنا مع الفريق الاول، انا قعدت سنتين خدت معاهم دوري وخدت معاهم كاس وبطولة افريقيا، ورحت معاهم اول مره خالص كاس العالم للانديه، وخدت معاهم سوبر افريقي، وبعد كده كاس العالم، كان عندنا كاس عالم في 2005 في هولندا، والوكيل اليوناني اتفرج علينا فكلمني وانا هناك قال لي انا عايزك تيجي تلعب في اليونان. قلت له خلاص لازم تكلم النادي الاهلي. كان ساعتها السنه دي انا وشيكابالا واحمد مجدي، بس احمد مجدي سافر قبلينا، بس كنت انا وشيكابالا واحمد غانم سلطان احنا اللي رحنا اليونان. مش منسى عبد الكاعي طبعا اللي وقف جنبي جدا جدا جدا، ساعتها كان في ثلاثه باك ليفت، كان احمد ابو مسلم وجلبرت ومحمد عوض الله يرحمه، فكان فرصتي في اللعب قليله قوي، وانا كنت عايز اطلع بره مصر، وانا كنت اصلا مش عايز العب في مصر غير النادي الاهلي بس، فالحاجه الوحيده اللي هعرف العب فيها هي بره مصر. مش منسى عبد الكاعي يعني تفهم الموقف، قال لي خلاص احنا هنساعدك، بس لازم كابتن طارق سليم يوافق وكابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب، الثلاثه لازم يوافقوا عشان هم ساعتها كانوا لجنه الكوره. الثلاثه بصراحه يعني ما كانواش عايزين يمشوني في الاول، قال لك لا ده ابننا وعايزين يبقى موجود، بس انا وصلت وجهه نظري لكابتن حسام البدري، قلت له انا عايز امشي، هلعب سنه سنتين وهرجع تاني النادي الاهلي، انا ماليش مكان في ثلاثه، هرجع تاني النادي الاهلي طبعا. فتفهموا طبعا الموقف جدا جدا جدا، وقالوا خلاص نديله فرصه الاحتراف، طالما بره مصر خلاص يروح بقى، طب بره مصر، اما لو جوه مصر لا احنا عايزينه، ده ابننا. قلت لهم طبعا ده النادي الاهلي ده بيتي وحاجه، انا مش عايز العب اصلا في مصر غير النادي الاهلي. تمام. بس بره مصر احتراف خلاص هروح احتراف، هو وافقوا لي عشان بره مصر. فروحت بقى اليونان
قعدت 4 سنين هناك، يعني اتعلمت حاجات كتيره جدا 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 في اوروبا، ورايح وانا صغير، رايح وانا عندي 20 سنه او 21 سنه. فالفتره دي اللي انت تتعلم حاجات يعني مهمه جدا في حياتك في الكوره. وفي نفس الوقت حمد انا ما تعبتش في اوروبا، عشان اريد الحاجات دي كلها انا متعلمها وانا في النادي الاهلي. تعلم ازاي تبقى ملتزم، تعلم ازاي ملتزم في وقتك، ملتزم في تمارينك، ملتزم مع المدير الفني، ملتزم بره الملعب وجوه الملعب. ايه الفرق بين النادي الاهلي وبره؟ هو الفرق بس الثقافات بس مختلفه، اللغه مثلا ساعتها كان واحنا في الناشئين ممكن التكتيك مع مدير فني مختلف، حاجات ابديت مش عندنا في مصر، في اوروبا اكتر شويه. بس اما غير كده كنظام لعيب، كسيستم لعيب، كاحترام مدرب، كاحترام بره جوه، كنظامك نفسك جوه، محترم مواعيدك، احترام شغلك، كل ده انا كنت بتعلمه في النادي الاهلي وانا صغير. ما يعني ما حصلليش مشكله واحده في اوروبا بسبب الموضوع ده خالص، بالعكس كانت اوتوماتيك وسيستم الحمد لله رب العالمين.